وسهلا وحياتك بدي اعرفك على حالي، انا الاستاذ شنيص وحضرتها مدام تي شنيصة. شنيصة؟ مدام شنيص مدام. ايه بصوا شو فيني ساعدك؟ وحياتك بدنا شي غرفة بالاوتيل اذا بدك. تكرم عينك و سلامة عيني. ميرسي بس الله خليك تأيد شوية طلبات نحن عنا اياهم معلي. يا ريت الأوضة تكون مطلة على مشي. ايه ولا شيء يعني، ايه. مطلة على شيء نهائيا وتكون معتمة، يعني بصبوص ضو فيها ما في، بدي اياها تكون بتغبغب على القلب عمول معروف، عتمة على الآخر. لا انتبه، مش بس عتمة من برا، عتمة من جوا يعني، لا كهرباء لا لمبات ولا شيء، نحن بنحب العتمة. طبعا حلوة العتمة. بعدين حبيبنا معلش الله يخليك، بس تفتح باب الغرفة بدنا نشم ريحة العفونة لبرا. تهف يعني ريحة الشراشة في المش مغسلة لبرا يعني. لا قبل البلل. قبل يعني، ويا ريت تكون الأوضة مش منظفة صار لها شيء 6-7 أشهر. طبعا وإذا بيكون فيها شوية بريغيت على شوية عت على شوية صراصير. ايه يعني قال الكلمة اللي من قلبي برفرف برغيت. أنا بحب البرغيت. ايه لا بتموت بالبرغيت. ايه ايه لك لك في مبرغتي لك. ايه هرشة هرشة حبيبتي هرشة قلبي. اه ايه هرشة هرشة لك لك. وبدنا شي بيسموه هيدا تبع السل. ايه يعني بكتيريا. لما ايه بكتيريا السل، بس تشم ريحة الأوضة دغري. تي بعد وحده بعد وحده. ايه هلا اسمع انا ليك، هي مش سل. لا ما احنا ما عم نغشك، هيدا شهو. ايه انا معي شهو. ايه مشهو. انا بحب نمي الشهو يعني، بحب غذي يعني، مثلا ما يكون في بالاوضه اي اكسجين، يكون في رطوبه هيك. بس هلا مثلا بالنسبه للتواليت، انا بفضل مثلا انه التواليت عرفت ما يكون نظف ابدا، والسيفون يعني بقلب التواليت يكون منزوع، ويا ريت يكون صار له شيء 20 يوم مش مضروب، ولا بتاخذ 25 اكثر 25 6 7 اشهر. بعدين لك اذا بتكون فايره التواليت احسن وطايفه. طايفه هيك لك. بدي افتح انا وفوت على الحمام بتطبس بالمي. اذا ما طبصنا يعني بدنا نترك الاوضه. ما تخيل قد ايه بننبص لما بنطبس. ايه بدنا نطبس. وهنش بس كلمتين انا بدي اقول لك انه هو ما في بس حبيبي حبيبي بدنا الدبان الازرق. اسمعني لك، مش دبان هذا الميني دبان، بدنا الدبان الكينج سايز. مش هذا اللي بيجي بغط بعمل له بس لا، هذا اللي بيجي بيحملني بطير بالاوضه كل الليل بصير انا حوكب على الاوضه. الله يخليك. كم جاردون هيك يلعبوا بينات هالليل، وثلاث اربع فيران اذا في فيرانين، وام 44 يعني كلهم 44 ناخذ وحده. اذا عندك كم وطواطي يغلوا بشعراتنا بلال بنكون مبسوطين في قعدتنا. بس كلمه شانس تكون عاطل، ما عندنا غرفه بهالمواصفات، بعتذر منكم. شو عم تحكي لحبيبي؟ ما نحن الاسبوع الماضي جينا اخذنا غرفه عندكم بهذا الاوتيل. ايه بال 106 وبرغتنا ونسلينا. لا ما تسلينا، نسلينا. بعدين لك لك كيف مبرغتي. شوف غرشي حبيبتي غرشي. شوف هاي لكن شنو اللي فرشيه هذا بالنص هذا اللي عم تعاني. شوف هاي من عند هاي من عند. لا لحظه.